السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. ايها المتابعون الكرام، ايتها المتابعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا التسجيل الفيديو الجديد بعنوان جزم الفعل المضارع. طبعا هو خاص بتلاميذ السنة الأولى ثانوي جذع مشترك آداب، لكن يمكن الاستفادة منه بالنسبة لكل تلميذ أو طالب يحتاج إلى هذا النوعية من الدروس. إذن على بركة الله ننطلق مع هذه الأمثلة. لم يفرط خالد في الأمانة. انظر إلى الفعل يفرط، هو فعل تجد في آخره سكون. لماذا؟ لأنه مجزوم. ما الذي جزمه؟ جزمه الحرف لم. نعم، الحرف لم. إذن لم هو حرف نفي. استمع جيدا، حرف. طبعا بعض الناس يسمون الأدوات، لكن الأدوات تنقسم إلى حروف وأسماء خاصة في الجزم، لذلك فنسميه حرفا، حرف نفي وجزم. فالنفي هو معناه، ولكن العمل الإعرابي هو جزمه. إذن يفرط لم حرف نفي وجزم، يفرط فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. هل جزمت لم فعلا واحدا أو فعلين؟ لا، اكتفت بجزم فعل واحد هو الفعل يفرط. لاحظ المثال الثاني، لتنفق بعض مالك على المحتاجين. أنت هنا تأمر هذا الشخص بالإنفاق على المحتاجين. ماذا استعملت؟ استعملت حرف الأمر وهو اللام المكسورة لي. طبعا هو جزم فعلا مضارعا واحدا وهو الفعل لتنفق. تنفق فعل مضارع مجزوم بلي وعلامة جزمه السكون. لاحظ المثال الثالث، إن تصبر تصل إلى هدفك. إذن إن مع أنها حرف شرط وجزم، فهي تشبه لم ولي، لام الأمر تشبههما في كونها حرف، لكنها تختلف عنهما في كونها أولا شرطية، فهي تشرط. شرط الوصول هو الصبر، إن تصبر تصل، إذن فهي أداة شرط. ثانيا هي أداة جزمت فعلين مضارعين، تصبر وتصل. إذن تصبر أول، الفعل الأول نسميه فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، والثاني نسميه جواب الشرط تصل فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون وهو جواب الشرط. لكن إذا لاحظت المثال الرابع تجد من هنا، لن نقول نعم من تشبه إن في كونها شرطية، من يزرع يحصد فشرط الحصاد الزرع، وتشبه إن أيضا في كونها جزمت فعلين، الفعل الأول يزرع والفعل الثاني يحصد، لكنها تختلف عن هذه الحروف الثلاثة السابقة كليا في كونها اسم شرط جازم وليست حرف. ما الفرق بين الحروف وبين الأسماء؟ طبعا أسماء الشرط أو أسماء كل الأسماء يعني التي تكون عبارة عن أدوات، الفرق بينها وبين الحروف أن لها محل من الإعراب. كيف ذلك؟ لما قلنا لم، هل لم له محل من الإعراب؟ هل يعرب مبتدأ أو خبر أو فعل مضارع أو مفعول؟ أبدا، الأمر نفسه بالنسبة لإن وبالنسبة لي. لكن من هنا يمكن أن تعرب مفعولا به، ويمكن أن تعرب مبتدأ، ويمكن أن تعرب خبرا. كيف ذلك؟ هذا ما سنتعرف عليه في بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن من يزرع يحصد، إذن اسم شرط جازم. الآن أنا أصفه فقط لم أقل إعرابه، فهو اسم شرط وهو جازم، اسم نعم وشرط، لأنه يشرط الشرط. الفعل الشرطي هو الأول وفعل الجواب والثاني، وجازم لأنه يجزم فعلين مضارعين. لاحظ، ما تفعل من خير تجزى به. إذن من هي للعاقل، أما ما فهي لغير العاقل، للحيوانات أو للأشياء. ما تفعل من خير تجزى به، إذن ما قلناه على من نقوله على ما، فهي اسم شرط جازم تجزم فعلين مضارعين قد يكون محلها من الإعراب مبتدأ أو خبر أو مفعول به كما سنرى بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن قاعدة جزئية أو استنتاج جزئي، تنقسم أدوات الجزم إلى قسمين، أدوات الشرط التي ذكرناها قبل أو ذكرنا بعدها،
تجزم فعلين، إذا تجزم فعلين، إذا هي أولا للشرطة، ثانيا تجزم فعلين، الأول فعل الشرطة والثاني جواب الشرطة، وهي أسماء، أسماء وليست حروف، أي الأسماء لأنها محل من الإعراب، مفعول به، مبتدأ، خبر، إلى غير ذلك. عادة إن وإذما، أي أن إن وإذما هما حرفي شرط تجزم فعلين مضارعين، ليس اسمين، أي أن إن وإذما ليس لهما محل من الإعراب لأنهما حرفين وليس اسمين، فهما حرفان. ما هي أسماء الشرط الأخرى التي تجزم فعلين ولها محل من الإعراب؟ هي من وما ومن وأن ومهما وأي ومتى وأيانا وأين وحيثما وكيفما. القسم الثاني أدوات تجزم فعلا واحدا وهي حروف وليست أسماء، أي ليس لها محل من الإعراب، وهي لما، لم، ولما، ولام الأمر مثل، ولا الناهية مثل لما أكمل الكتاب. الفرق بين لم ولما أن لم تكون للنفي المطلق دائما في الماضي، يعني تقول لم أقرأ الكتاب، أي في الماضي لم أقرأ الكتاب، لكن لما تكون للمستقبل فتقول لما أكمل الكتاب، أي أن الآن لم أكمل لكن سوف أكمله فيما بعد. إذن هذا هو الفرق بين أدوات الشرط الجازمة أو أسماء الشرط الجازمة لفعلين وحروف الشرط الجازمة لفعل واحد. ننتقل على بركة الله في الشرح. لاحظ هذه الجملة، من يجتهد ينجح، ماذا جاء بعد اسم الشرط؟ من جاء بعده فعل تام يجتهد. ننظر هل هذا الفعل يجتهد، هل هو فعل متعد أو فعل لازم؟ هل هو متعد يحتاج إلى مفعول به أو هو لازم لا يحتاج إلى مفعول به؟ نقول اجتهد محمد، محمد فاعل، هل يحتاج إلى مفعول به؟ أبدا. إذن فهو فعل لازم لا يحتاج إلى مفعول به. في هذه الحالة يكون إعراب من اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ، اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ما هو السبب؟ لأن الفعل الذي جاء بعده فعل لازم لا يحتاج إلى مفعول به. إذن نقول من مبتدأ، لماذا؟ لأن بعدها فعل شرط لازم لا يحتاج إلى مفعول به. من يطالع الكتب يغزر علمه، لاحظ معي يطالع، أي يطالع هو فعل متعد أي يحتاج إلى مفعول به. هل هذا المفعول به موجود؟ نعم، يطالع الكتب، الكتب مفعول به. إذن من هنا أيضا تعرب نفس إعراب الأول، مبتدأ، أو من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لماذا؟ لأنه جاء بعدها فعل، نعم أنه متعد لكنه استوفى مفعوله، أي له مفعول به أمامه، فلا يحتاج، لا نحتاج لأن نجعل من مفعول به، لأن الفعل قد استوفى مفعوله، مفعوله أمامه. إذن تعرب من مفعول به لأن فعل الشرط متعد لكنه استوفى مفعوله، وجد مفعوله أمامه. لاحظ المثال الثالث، من كان صدره رحبا أي واسعا فالزمه، فالزمه لأنه لن يغتاظ منك ولن يحمل في صدره شيئا لك. لاحظ من ماذا جاء بعده؟ جاء بعده فعل ناقص. أين اسمه؟ صدره هو اسم كان. أين خبره؟ رحبا. إذن الفعل كان أو الفعل الناقص كان وجد، وجد اسمه ووجد خبره. هل يحتاج كان إلى مبتدأ، إلى اسمه أو إلى خبره؟ لا، لأن الاسم موجود وهو صدر والخبر موجود وهو رحب. إذن فمن هنا تعرب مبتدأ. إذن لماذا عربت مبتدأ؟ لأنه جاء بعدها فعل ناقص استوفى خبره، لا يحتاج إلى خبر، وبالتالي فإن من تكون حرة فتعرب مبتدأ. لاحظ هذا المثال الرابع، تقول من تشارك فحاسب. لاحظ تشارك، شارك محمد، ماذا يحتاج إلى مفعول به؟ شارك محمد أخاه، إذن فهو يحتاج إلى مفعول به. أين المفعول به هنا؟ من تشارك فحاسب، لا يوجد مفعول به. إذن وبالتالي فعندما لا نجد مفعول به، هذا الفعل تشارك فعل متعد وليس له مفعول به، فهنا سنأخذ من ونحولها إلى مفعول به، فنقول من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ما هو السبب؟ لأن الفعل متعد لم يستوفي مفعوله، أو أي لم يجد مفعوله.
لاحظ المثال الأخير، مهما يكن مالك فلا تتكبر على الخلق. مهما يكن، إذا يكن هو من أخوات كان، مالك، إذا مالك هو اسم، أين خبر يكن؟ ليس له خبر. مهما يكن مالك، أين الخبر؟ لا يوجد. يمكن أن نقول مهما يكن مالك واسعا، مهما يكن مالك كثيرا، إذا فغاب الخبر. هنا نجعل من مهما خبرا، وما نقوله عن مهما ومن هو نفسه نفس الإعراب، يكون بالنسبة لمن وبالنسبة لما وبالنسبة لمهما. إذا نعود إلى المثال الخامس، إذا إعرابه خبر لأن بعدها فعل ناقص لم يستوفي خبره. الفعل الناقص هو يكن، أين خبره؟ لا يوجد خبره، وبالتالي فنعرب مهما خبرا. إذا باختصار شديد، كيف نعرب اسم الشرط الجازم من وما ومهما؟ لهم إعراب واحد. ما هو هذا الإعراب؟ أنت تنظر ماذا يوجد بعد اسم الشرط من وما ومهما. إما أن يكون بعدها فعل تام، وإما أن يكون بعدها فعل ناقص. نبدأ بالفعل التام. إذا كان بعدها فعل تام، ننظر في هذا الفعل هل هو متعدي أو لازم. إذا كان الفعل فعل لازما لا يحتاج إلى مفعول به، فاسم الشرط نعربه مبتدأ. طبعا إذا كان الفعل التام فعلا لازما، ننظر هل وجد المفعول به. إذا وجد المفعول به فإن من وما ومهما تعرب مبتدأ. إذا كان الفعل متعديا ولم يجد خبره في هذه الحال، تعرب من وما ومهما، تعرب مفعول به لغياب المفعول به. ثانيا، إذا كان الفعل الذي جاء بعد من فعلا ناقصا، ننظر هل هذا الفعل الناقص كان أخواتها، يعني هل وجد خبره. إذا وجد خبره فإن من وما ومهما تكون مبتدأ. إذا لم يجد خبره فنحن نضطر إلى أن تكون هذه الأسماء من وما ومهما خبرا لهذا الفعل الناقص لأنه لم يجد خبره. إذا الآن ننتقل إلى ظروف الزمان والمكان. أولا نبدأ مع أن تتجه تجد خبرا، أن تتجه تجد خيرا، فهو اسم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية. أن بمعنى في أي مكان تذهب إليه سوف تجد الخير. إذن كيف نعربه؟ اسم مبني على السكون، نحن نصفه الآن. ما هو إعرابه؟ في محل نصب على الظرفية المكانية، لأن هذا المكان سيكون ظرفا بالنسبة لأي إنسان فيه. الاسم الثاني وهو متى. متى تستعين بزيد يعينك؟ متى أي في الزمان. إذن اسم مبني على السكون لأنه على الألف المقصورة في محل نصب على الظرفية الزمانية. أيان تسألني أجبك، اسم مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية الزمانية. أين تسافر أرافقك؟ أين تسافر أرافقك؟ لأنها مجزوم تجزم فعلين، تسافر وأرافق. إذن اسم مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية. حيثما تتجه تجد الناس يحبون الخير. إذن حيثما اسم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية. إذن هو هذه الظروف والزمان والمكان تكون، إذا كان الظرف للمكان فيكون في محل نصب للظرفية المكانية، وإذا كان ظرفا للزمان فإنه يكون في محل نصب على الظرفية الزمانية. آخر شيء عندنا وهو كيفما. كيفما تعاملني أعاملك. إذن كيفما إما أن تكون في محل نصب على الحال لأن بعدها فعل شرط تام، وهو تعاملني. تعاملني فعل تام ليس فعلا ناقصا، إذا في هذه الحالة تعرب في يعرب مهما، كيفما تعرب في محل نصب حال، وكيفما في المثال الثاني كيفما تكون يكون أولادكم. إذا تكون هو من الأفعال الناقصة، إذا هنا تعرب خبرا لأنه جاء بعدها فعل ناقص. إذا كان هذا كل شيء. إذا إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.